القرآن لم يجمع إلا بعد موت محمد، والسيرة النبوية لابن هشام لم تكتب إلا في القرن الثاني الهجري، ونسخة ابن إسحاق اللي ابن هشام نفسه استلهم منها لا توجد منها ولا نسخة واحدة، والأحاديث لم تدون إلا بعد قرنين من وفاة الرسول إن لم يكن أكثر، 150 سنة من التاريخ المفقود. طبعا بعد الحلقة الأخيرة اللي اتكلمت فيها عن عرب الأنباط وقبلة البتراء ونشأة الإسلام في بلاد الشام مختلطا باليهود النصارى، بعكس الرواية الإسلامية التي تدعي نشأة الإسلام في منطقة أو مدينة مكة الحالية، كان من الطبيعي أني أتلقى العديد من الرسائل والتعليقات التي تسائل وتتحدى هذه الفكرة، وكمان مش غريب أن واحد من الدعاة يعمل فيديو عشان يرد علي بمنتهى الاستفزاز واللغة السوقية المتدنية. فكان أحسن رد على هذه الرسائل والتعليقات وفيديو الأخ المحترم هو حلقة أخرى أتكلم فيها أكتر ووضح معلومات أكتر عن اليهود النصارى والتاريخ المجهول للإسلام المبكر ومزيد من الأدلة على نشأة الإسلام في بلاد الشام، ليس كدين وعقيدة إنما كتحالف سياسي بين العرب واليهود النصارى، تحالف سياسي انتهى بصدام فنشأ عنه دين جديد يحاول تزييف التاريخ ويصنع لنفسه هوية منفردة تستقل عن اليهود النصارى. منذ عدة ساعات أو مجازاً ممكن نقول امبارح، الأخ الفاضل حسن اللسان رقيق الخلق تامر اللبان عمل علي حلقة عشان يرد على الفيديو الأخير بتاعي بمنتهى التهكم والإسفاف علي، ولم يخلو صديقي قصي بطار من الحب جانب، مع إن قصي ملوش أي علاقة بموضوع الحلقة، بس هو يلا خلينا نشتمه بالمرة عشان يبقى يشجع آدم المصري بعد كده. هنثبت فيها النهاردة جهل وغباء آدم المصري، لأن قصي بطار بيأيد آدم المصري وكلهم بيرضعوا من نفس الجاموسة. مش انت اللي قلت في الاول واتلمت وطولت لسانك وقعدت تتكلم؟ اقسم بالله احنا بنكلم شوية معاتيه مسخرة. وكل اللي هقوله للاخ تامر او اي حد بيسمع له الحقيقة، انت اعطيت صورة حسنة لدينك، بارك الله فيك يا اخ تامر، شرفت الاسلام والمسلمين بهذه اللغة. مش عارف ارد عليك واقولك الدين المعاملة، ولا اقولك الحديث الشريف بتاع الرسول لما قال احبكم واقربكم مني مجلسا يوم القيامة هو احسنكم خلقا، ولا اقولك التفسير الاسلامي لمقولة الدين المعاملة وتفسير قوله تعالى إنك على خلق عظيم، بأنه ينبغي للمسلم أن يبتعد عن الاستهزاء بالآخرين ويحاورهم دون تكبر وكذلك تجنب تسفيه الناس. وأعتقد أن اللي بيتفرج عليا وبيتفرج عليك قادر يميز تماما ما بين أسلوبي وأسلوبك. شرفت دينك يا أخ تامر. طبعا الأخ تامر للعين المجردة طلع نسف شبهات آدم المصري، والحقيقة أنا مش ناوي أضيع وقت الحلقة في أني أرد رد مفصل عليه، لكن حابب أقول رد على نقطة واحدة بس تنسف كل كلامه من الأساس في بقية الفيديو. الأخ المحترم تامر المثال الحي للإسلام طلع وقالك أن أنا بنقل الكلام من دان جيبسون وما عملتش أبديت ومزيد من التهكم. آدم المصري ما نزلش الابجريد، ما عملش ابديت وما عرفش ان دان جيبسون عمل كتاب تاني. طبعا الخطأ ده نقله كده نقل اعمى زي الغير الساذج. آدم المصري من دان جيبسون وقالك ان سنة 627 تم بناء هذا المسجد. وبدون ان يدري السيد تامر اكد تماما على الحجة بتاعتي. ازاي؟ اللي هو ما عرفوش ان انا ما نقلتش من دان جيبسون، انا ذهبت اتحرى عن مصداقية كلام جيبسون، فنقلنا احنا الاثنين من مصدر واحد. هالدليل تاريخي في اي مصدر سواء اسلامي او غير اسلامي ان سعد بن ابي وقاص راح الصين. احنا جبنا منين معلومة ان مسجد جوانزو منسوب لسعد بن ابي وقاص وانه اتبنى سنة 627 ميلادية؟ جبناها من الوثائق الاسلامية الصينية القديمة بتاعة المسجد نفسه. يعني هل جيبسون بيفتي ويألف وآدم نقل عنه بغباء؟ لا، حضرتك الرواية الإسلامية نفسها هي اللي بتفتي، والمصدر كتاب تاريخ الأمة الإسلامية بشمال غرب الصين بإشراف جامعة واشنطن صفحة 29 بتقول إن الوثائق الإسلامية القديمة للمسجد نفسه هي اللي بتنسبه لسعد بن أبي وقاص وتدعي تاريخ بنائه لسنة 627 طبقا للجالية السنية بالصين. طب ولو الكلام ده طلع غلط يبقى آدم عبيط؟ بالعكس خالص حضرتك، انت بتأكد تماما على صدق كلامي وقوة حجتي، لان الحجة في اساسها في الفيديو بتاعي اللي فات ما هياش بس القبلة في البتراء ام في مكة، الحجة اساسا بتقول لا تثقوا
في الرواية الإسلامية. مش أي حاجة الوثائق الإسلامية تقولها لك تصدق إن هو ده اللي حصل فعلا، لأن الوثائق الإسلامية والتاريخ الإسلامي عادة مزيف ولا يوثق به. يعني الخلاصة إن سواء كان الكلام صح وطلع المسجد فعلا اتبنى سنة 627 ومنسوب لسعد بن أبي وقاص، أو الكلام طلع غلط وما اتبناش في هذا التاريخ، فهو في الحالتين يطعن في مصداقية التاريخ الإسلامي والوثائق الإسلامية اللي بتتشدق علينا دايما بموثوقيتها. فلما أقولك إن تاريخ الإسلام المبكر ملفق، يبقى أنا كلامي صح مش ناقل من جيبسون عمياني يا نبيه. وحثبت لك في بقية الحلقة إن بقية دفاعك بالكامل منسوف من الأساس من تلقاء نفسه أنت وكل اللي بيدافعوا عن تاريخ الإسلام المبكر من قلب الرواية الإسلامية. وبعدين خليني أقول تنويه أخير عشان أدخل في موضوع الحلقة بقى ونقول للناس معلومات جديدة. مش معنى إني أقتبس جزء من حجة شخص معين إني أتفق معاه في كل أفكاره واستنتاجاته. أنا أحاسب فقط على الأجزاء اللي أنا بقتبسها واللي أنا تحريت عنها ومقتنع بيها فقط. وبرضو أنا مش مطالب إني أحط لك كل الحجج والمناقشات الكلامية رايح جاي اللي بحثت فيها قبل ما اوصل لاستنتاجي النهائي. لقد شاهدت عرض دان جيبسون لتوجيه القبلات الاولى، وقرأت ردود البروفيسور ديفيد كينج للرد على جيبسون، ثم شاهدت ردود جيبسون على كينج، واتفرجت على ردود دكتور عدنان ابراهيم واستاذ احمد سعد زايد، والفيديو الاول بتاع تامر اللبان اللي عمله على جيبسون. كل دول ردوا على جيبسون ردود مختلفة وفي اتجاهات مختلفة، وجيبسون رد على بعضها، وانا اتفرجت على كل ده قبل ما اعمل الحلقة الاخيرة، ومع ذلك لازلت ارى حجة قوية جدا في كلام جيبسون. بس انا مش مطالب اني اقعد اقولك ان ده قال وان ده رجع فرد عليه وده رجع فرد عليه وقال له، وعشان كده انا مقتنع بده اكتر من ده. انا فقط بعرض استنتاجي النهائي واللي انا مستعد اناقشه اذا تطلب الامر. ومش معنى اني اقتبس من جيبسون حجة معينة اني اتفق في المطلق مع اي حاجة يقولها جيبسون، لكن هناك العديد والعديد من الادلة والبراهين على نشأة الاسلام في بلاد الشام مختلطا باليهود النصارى غير موضوع توجيه القبلة، وده حيدخلنا لموضوع الحلقة. مش عاجبك توجيه القبلة للبتراء، اللي هو بالمناسبة يعني قبلة واحدة من 5 قبلات مختلفة لكل منها موقف سياسي قبل ما يكون موقف ديني؟ قبلة بيت المقدس، قبلة البتراء، قبلة مكة، القبلة المتوازية لخط مكة البتراء، قبلة المنتصف ما بين مكة والبتراء. ولو هقعد اشرح كل واحدة من دول يبقى هنقعد ساعات مع بعض. الموضوع اكتر بكتير جدا من انك تدخل تدافع عن القبلة هل هي مكة الحالية ام البتراء. ده هيكون رد سطحي جدا، وده اللي حضرتك عملته. بل ان لمدة 250 سنة كان في 5 قبلات مختلفة للمسلمين اللي ذكرتهم، ولم تتوحد القبلات جميعا على التوجيه لمكة الا بعد 2 قرن من الزمان. فلو حضرتك او اي حد هترد او هتحب تتناقش لازم ترد على توجيه جميع القبلات، مش فقط قبلة البتراء ولا مكة. وهنا خليني اشرح لك مزيد من الادلة غير توجيه القبلة على نشأة الاسلام في بلاد الشام وعدم صدق الرواية الاسلامية الكلاسيكية واللي الكل بيدافع بيها. طبعا انا اول ما اتكلمت في الحلقة اللي فاتت عن قبلة البتراء ونشأة الاسلام في بلاد الشام انهالت علي الرسائل من قبيل يا ادم ازاي بس الاسلام ينشأ في بلاد الشام؟ طب وبئر زمزم وغزوة بدر ومعركة احد والصفا والمروة وقبيلة قريش والحاجات دي كلها مرتبطة بمكة؟ كلامك مش دقيق، حجتك ضعيفة، بتستشهد بالمستشرق الغربي الجاهل دان جيبسون. طيب خلينا نبتدي القصة بشكل أوضح عشان أفهمك ليه كل الردود اللي حضرتك بتقولها دي ما تنفعش. لنفترض جدلا ان انا جيت بحجة عبيطة وغلط، مثلا قلتلك ان كلمة بنزين كانت بتستخدم من 500 سنة بمعنى مياه للشرب مش بمعنى وقود للسيارات. فكرة متخلفة وغلط اساسا، بس خليك معايا لحظة. حضرتك ما ينفعش تيجي تثبت خطأي وتنفي حجتي بانك تقول يا سلام بنزين ايه هو اللي مياه للشرب، امال السيارات والاوتوبيسات والموتوسيكلات اللي بتمشي بالبنزين دي كلها غلط وبتمشي بالمية يا غبي. اللي انت مش فاهمه ان حتى لو كان ادعائي غلط وان كلمة بنزين ما كانش معناها مياه للشرب من 500 سنة، انت ما ينفعش تثبت خطأي
بالعربيات والأوتوبيسات اللي تاريخها كله ما كملش 150 سنة فقط. أنا بتكلم في حاجة بزعم إنها تسبق الدلائل بتاعتك أصلا. أنا مش فاهم الفكرة دي إزاي مش واضحة أو مش قادرة توصل للناس. فبالمثل لما أجي أقولك إن الإسلام نشأ في بلاد الشام وليس في مكة الحالية، سواء ده كان صح أو غلط مبدئيا، بس ما ينفعش تتحاجج عليا وتقولي كلامك غلط يا آدم. طب وبئر زمزم وغزوة بدر ومعركة أحد وقبيلة قريش إلى آخره؟ لأن الرواية بتاعتك دي أصلا اتألفت لك 200 سنة متأخر عن اللي أنا بتكلم فيه. أنا بتكلم في أحداث حصلت في القرن الخامس والسادس الميلادي وبحلل تفاصيلها، وانت جاي تستشهد عليا بقصة اتكتبت لك في القرن الثامن والتاسع الميلادي. بص يا صديقي، خليني أوضحها لك مرة أخيرة عشان محدش يبعت لي نفس الردود العقيمة دي تاني. انت عرفت منين زمزم واحد وبدر وقصة حياة الرسول واقواله واحاديثه واي حاجة حضرتك بتدافع بيها من جوه الرواية الاسلامية اللي انت حافظها؟ الحواديت دي كلها جايالك من الاسامي الاتية: ابن اسحاق، ابن هشام، البخاري، صحيح مسلم، داود، الطبري، ابن كثير. وما عندكش اي مصادر اخرى للرواية الاسلامية غير الناس دول عشان ما نرغيش كتير. انا بتكلم وبحلل نشأة الاسلام من فترة ما قبل زمن الرسول وميلاد شخصية نبي الاسلام او ظهورها في التاريخ لحد فترة مماته المزعومة. وبقول ان الفترة دي بالادلة، وهنحكي على الادلة تاني كمان لحظة، بس الفترة دي بالادلة تختلف تماما عن الرواية اللي اتحكت لك. اللي انا بتكلم فيه حصل زمنيا في حدود سنة 570 ميلادية لسنة 730 ميلادية. اللي انت بقى بتستشهد بيه وبتتحاجج عليا بيه جالك منين؟ من سنة 825 وانت طالع لسنة 930 ميلادية. الرواية دي اتأيفت لك بعد قرنين من الزمان، فما هياش دليل ضد كلامي اطلاقا. انا حضرتك بتكلم هنا في المنطقة الزمنية دي، انت بقى بتتكلم وبتحاول تثبت حجتك او روايتك من المنطقة الزمنية دي. انت بتتحاجج عليا بكلام ناس مش بس من 200 سنة بعد الأحداث اللي بتتكلم فيها، لا، ناس ملهاش علاقة بالجزيرة العربية وبمكة وبالمدينة وبالفيلم ده أساسا. بتثبت لي روايتك الإسلامية من ابن هشام اللي هو أصلا من البصرة في العراق وعاش ومات في مصر. ده حضرتك اللي انت تعرف منه قصة حياة الرسول، وملوش أي علاقة بمكة ولم يعاين زمن الرسول، شاهد ما شافش حاجة. وقبل ما تقولي انه نقل عن ابن اسحاق اللي أقدم منه، ابن هشام نفسه بيقول أنه لم يتفق في كل روايات ابن اسحاق وترك منها الكثير والكثير لعدم ثقته في المحتوى بتاع ابن اسحاق. وابن اسحاق نفسه جاي 150 سنة متأخر بعد وفاة الرسول برضه، فهو الآخر شاهد ما شافش حاجة. فأي حاجة أنت تعرفها عن الرسول وحياته وغزواته وتنقلاته وأماكنه وزوجاته إلى آخره جات لك 200 سنة متأخر من خارج الجزيرة العربية، من بلاد أخرى وعلى بعد آلاف في الكيلومترات من الأحداث اللي أنا بتكلم فيها. فأي حد هيجي يتكلم ويقول لي لكن الرسول قال، ولا راح المكان الفلاني، ولا عبد الله بن الزبير، ولا الصحابي العلاني عمل وسوى، طب زيد بن ثابت، طب الإسراء والمعراج، راجع عقلك قبل ما تتحاجج معايا، لأن الرواية دي كلها رواية شاهد ما شافش حاجة جات لك بعد قرون من الأحداث، غطوا فيها ما غطوا وألفوا ما ألفوا من معالجات درامية وشخصيات وأحداث. أنت جاي النهاردة عايز تقنعني أن هذه هي الرواية الصحيحة ولا أحاديث الرسول؟ لما تيجي تقولي طب إزاي الرسول قال كده، أقوال الرسول برضو نفس القصة جات لك من صحيح البخاري، محمد ابن إسماعيل البخاري اللي هو أصلا برضو ملوش أي علاقة بالرسول ولا بالجزيرة العربية، وجاي لك من بلد اسمها بخارة من أوزبكستان بعد أكتر من قرنين من الزمان بعد وفاة الرسول. هو ده اللي قال لك الرسول قال إيه وما قالش إيه وأحاديث حديثه وأقواله. هو ده اللي علمك الأسانيد وعلم الرجال وكل الحاجات اللي انت فاكرها حجة قوية على ثبات الإسلام وصموده، جالك من واحد بعد أكتر من 200 سنة من وفاة الرسول ومن على بعد آلاف الأميال. قيل أنه جمع أكتر من 600 ألف حديث للرسول، رمى منهم أكتر من 98% وساب لك بس 7397 حديث، كتب لنا حوالي 2% بس مما جمع لأنه مش مقتنع بالباقي، ورمى ال 98 الباقية ومات بعد 240 سنة بعد موت الرسول، ربع ألفية
مش ربع قرن، ربع ألفية. انت متخيل الارقام اللي بتتكلم فيها والتواريخ دي؟ رواية اسلامية ايه اللي بتتحاجج معايا بيها لما اللي ادوها لك اصلا ناس لم يعاينوا الاحداث، ناس ما هماش عرب اساسا وليسوا من الجزيرة العربية، ناس جاءت بعد مئات السنين، قرون بعد الاحداث، عشان حضرتك تقول لي ازاي الاسلام نشأ في بلاد الشام لما الرسول راح الحتة الفلانية وعبد الله بن الزبير اختلف مع مش عارف مين، واصل بئر زمزم ده هو نفس البير اللي شربت منه ستنا هاجر وسيدنا اسماعيل. يا ابني فوق بقى، ما ينفعش تتحاجج معايا بالروايات دي لانها ليست من زمن الاحداث. يا صديقي، المسلمين كفئه من الناس في كل الكتابات اللي ذكرتهم من خارج القران سمتهم بالهاجريين او الاسماعيليين او السراسنه، لكن اشهر لفظ واكثرهم شيوعا هو لفظ الهاجريين، هاجرينز. وبص على المصادر تحت الفيديو، لان اصل التحالف العربي اليهودي الناصري كان ما بين اولاد ساره اللي هم اليهود النصارى واولاد هاجر الهاجريين اللي هم العرب. لذا استخدم لفظ الهاجريين على نطاق واسع في الكتابات اليونانية والسريانية لوصف أوائل العرب الفاتحين واللي كانوا على علاقة وطيدة باليهود النصارى، بل وكانوا بيصلوا متفقين على نفس القبلة قبل ما يتقلبوا على بعض، بس دي قصة طويلة هنرجع لها في حلقة تانية. أما لفظ المسلمين فلم يظهر إلا بعد عدة عقود، بعدما تملك عبد الملك بن مروان من زمام الأمور وبدأ يفصل العرب بهوية منفصلة، منقلبا على هذا التحالف بين أولاد سارة وأولاد هاجر، فأصبح الهاجريين يلقبون بالمسلمين. وأول ذكر لهذا اللفظ أكرر من خارج القرآن كان بعد 60 سنة من وفاة الرسول. فين؟ في مسجد قبة الصخرة، مش في المدينة ومش في مكة، لكن في بيت المقدس في مدينة اليهود أورشليم، استعلان رسمي أنه من الآن للمسلمين هوية خاصة منفصلة بنبي خاص منفصل، ولم يعودوا جزءا من التحالف اليهودي النصراني العربي. أولاد سارة وأولاد هاجر الهاجريين لم يعودوا على وفاق، وأصبح العرب أقوى من اليهود النصارى وأصبحوا مسلمين بهوية منفصلة تاريخيا وسياسيا. أمال إيه اللي حصل فعلا قبل هذه الهوية المنفصلة، قبل فصل الهوية العربية الإسلامية؟ ببساطة العرب كانوا عبدة أوثان، وزي ما ذكرت في الحلقة السابقة أن اللات والعزة ومناتة وهبل كانوا أوثان العرب في الشام، وأيضا ذو الشرى اللي كان عبارة عن حجر أسود. وفي الحلقة اللي قبلها حلقة اليهود النصارى وضحت فيها إنها كانت فئة يهودية منشقة عاشت في منطقة الشام أيضا، ووضحت بالمصادر إن اليهود النصارى آمنوا أن عيسى بن مريم هو المسيح، لكنهم لم يؤلهوا المسيح وإنما اعتبروه نبيا وسوف يعود مرة أخرى ليؤسس مملكة الله وتطبيق شريعة موسى، وإن كل اللي عليهم إنهم يعدوا الطريق لقدوم المسيح ببناء بيت الله الحرام اللي هو المعبد اليهودي. فما كان منهم إلا إنهم ابتدوا يستعينوا بتجنيد العرب معهم لهذه المهمة المقدسة، وبالفعل ابتدوا يقنعوهم بعقيدتهم وإنهم أقارب من عيلة واحدة وإن لهم نفس الجد. اليهود النصارى جندوا قبائل العرب، إحنا أولاد سارة من نسل إسحاق وانتم اولاد هاجر من نسل اسماعيل، عشان كده من الطبيعي جدا اننا نجد في العرب الى اليوم تقديس الحجر الاسود وكل الشعائر الوثنية بالطواف والجمرات وما الى ذلك. وفي نفس الوقت نجد العرب اصبحوا هم نفسهم اليهود النصارى، يقولون لا اله الا الله وحده لا شريك له، اللي هي اصلا جملة اليهود النصارى وموجودة على بعض الابواب الاثرية في سوريا في القرن الرابع الميلادي من قبل ظهور الاسلام. ينادون ان المسيح وما قتلوه وما صلبوه إنما شبه لهم، وده برضو كلام النصارى، النصارى مش المسيحيين، ارجع شوف الحلقة الأصلية. وأيضا ينعتون الذين ألهوا المسيح وآمنوا بالثالوث أنهم مشركين، دي برضو عقيدة النصارى، وأشياء أخرى كتير. استنى أقول لك واحدة كمان، والنبي من أكتر ما يميز اليهود النصارى عن المسيحيين أنهم كانوا بيقروا التوراة والإنجيل، إنجيل بالمفرد وليس بالجمع. المسيحيين عندهم 4 أناجيل، متى ولوقا ومرقس ويوحنا، بينما النصارى آمنوا بإنجيل واحد هو الإنجيل العبراني. الإنجيل، التوراة والإنجيل، دي برضو عقيدة اليهود النصارى أخذها العرب واعتنقوا ما اعتنقوا الكثير من عقيدة اليهود النصارى أثناء الاختلاط بيهم في بلاد الشام. يا آدم يا كذاب يا مدلس، إيه دليلك على الكلام ده؟ الأدلة كتير يا صديقي، أبتدي منين ولا منين؟ يا راجل ده آثار مخالب العقيدة النصرانية واضحة تماما في الرواية الإسلامية، من أول الشخصيات
اللي حثت الرسول على مهمته الدعوية زي الراهب بحيرة اللي هو بالمناسبة كان من بلاد الشام برضو والدير بتاعه في سوريا، أو ورقة بن نوفل القرشي نسيب الرسول واللي اختلفت حوله الروايات إذا كان يهوديا أم نصرانيا، ده لأنه كان الاثنين، كان يهودي نصراني، أكد لمحمد أنه ينادي بعقيدة موسى وكان يقرأ في التوراة والإنجيل، بل أن ورقة بن نوفل كان قرشي من قبيلة قريش اللي جه منها الرسول. أهي قبيلة قريش دي نفسها يا سبحان الله من سوريا برضو مش من مكة. ايه ده ملحد ويقول سبحان الله؟ تاني يا ادم يا مدلس تعود لنظرية دان جيبسون وتستشهد بالمستشرقين الغرب؟ لا 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 خالص يا صديقي، دان جيبسون المستشرق الغربي حد الله ما بيني وما بينه، ومش هقول لك باتريشا كرون ما بتحبهاش انت انا عارف برضه. خليني اعرفك بقى على ناس عرب حلوه بقى، ناس نظيفه. الاستاذ الدكتور محمد بهجت القبيسي راجل مسلم وضد المشروع الصهيوني، حاصل على دكتوراه في تاريخ اللغه وهو عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهره والمنسق العام لاتحاد الاثاريين العرب في سوريا، رئيس مجلس إدارة مؤسسة شمال للدراسات اللغوية والتاريخية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية. اتكلم بقى افتح بقك. ومن مؤلفاته سلسلة التاريخ العربي وكتب القواميس الأرامي والأجاريتي والكنعاني وعلم الدلالة ولغة مقارنة الأرامية ولهجة معلولة ومؤلفات أخرى كتير. راجل يعني موسوعة معرفية مفيش بعد كده. أيوة ماله يعني يا أدم الدكتور قبيسي ده؟ دكتور محمد القبيسي في كتابه فقه اللهجات العربيات من إنتاج دار شمقل دمشق 2001، الدكتور قبيسي بيثبت باستخدام تاريخ اللغات واللهجات إن أصل قريش من بلاد الشام وتحديدا من سوريا. وهقول لك تاني انزل بص على المصادر في التفاصيل تحت الفيديو، ومش بس عن طريق تطور اللهجات وعلم تاريخ اللغة، لكن ده حتى الوصف والتشبيهات البلاغية في آيات القرآن توضح جذوره الشامية وأبعد ما يكون عن بيئة صحراوية. عشان كده ما تستغربش لما تلاقي القرآن لا يتكلم عن الصحراء، إنما جغرافيته تتحدث عن الساحل الشامي حيث الخضرة والفواكه. مش غريبة شوية لما تقرأ آيات القرآن ما تلاقيش أي حاجة عن بيئة مكة الصحراوية، ولا تجد أبدا الألفاظ أو حتى تلميحات من قبيل الرمال أو العواصف الترابية أو قسوة الحياة الجافة والاعتماد على الأبار، أبدا ما تلاقيش أي حاجة من الكلام ده. بالعكس تماما، لما تقرأ آيات زي سورة الكهف آية 32 أو سورة الأنعام آية 99 تجد شتى الألفاظ اللي زي جنات وأعناب وزيتون ورمان وخضرة، دي مش لغة صحراوية ولا موجهة لبدو الصحراء. ولا آية 14 من سورة النحل، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، أسماك البحر والسيفود، الأصول الشامية تصرخ من داخل القرآن. الموضوع مش موضوع دان جيبسون وقبلة البتراء وأفكار المستشرقين الشاذة، أصول قبيلة قريش واضح جدا في الشام وسوريا تحديدا. بص على الخرائط القديمة لسوريا وانت تشوف بنفسك كمية التلاحم ما بين مواقع بأسامي لها علاقة باليهود النصارى ومواقع اخرى لها اسامي متعلقة بقريش. عندك مثلا خان الجوز اللي في الخرائط القديمة كلها كان اسمه خان القريشي، بالقرب من نهر القريشي على بعد 30 كيلومتر من اللاذقية، واسماء اخرى متعلقة بمكة الحجازية زي بيت معكة، ابو قبيس، ابو كعب، ده غير الاسامي الواضحة لاماكن النصارى اللي زي وادي النصارى وجبال الناصريين. قبيلة قريش الشامية مش نظرية خاصة انا طلعت بيها ولا نظرية اقتبستها من دان جيبسون، دي نظرية ليها ادلتها واللي بيدعمها مؤرخين واساتذة كبار العرب قبل الغرب. قبيلة قريش اصلها شامي سوري وعاشوا في كنف اليهود النصارى. قبيلة قريش اللي بينتمي ليها ورقة بن نوفل القرشي ويعود لها اصل الرسول ايضا. ان اثار مخالب اليهود النصارى ونشأة الاسلام الشامية واضحة وجلية على صفحات القرآن وآياته، بل واسمه كلمة قرآن نفسها، واللي علماء المسلمين طبعا مصرين يرجعوها للأصل اللغوي العربي قرأ، بينما أغلب علماء تاريخ اللغات والجذور بيرجعوها للأصل السرياني الأرامي قريانة اللي معناها كتاب التسبيح والتلاوات المقدسة، لأن اللفظ ذاته في معناه أقرب للمقصود السرياني الأرامي. القرآن وهو كتاب تسبيح وتلاوات مقدسة، عشان كده هو جاي من قريانة مش من كلمة قرأة الجذر العربي. بس طبعا علماء المسلمين لازم يغلوشوا على أي حاجة ممكن تفضح التاريخ السرياني الأرامي الشامي اليهودي النصراني لأصول الإسلام. بس عارف الكلام ده ينفع يتعمل عليك سطحيا بس، لكن لما تبحث بشكل أكاديمي وتجيب الموضوع من جذوره هتلاقي إنه واضح وضوح الشمس وما ينفعش يتلفق أو يترقع. عارف ليه القرآن جاي من كلمة قريانة الأرامية السريانية التي لليهود النصارى
وما هياش من أصل عربي؟ أقول لك مفاجأة جديدة. عارف أنت قصة بداية القرآن لما الملاك جاء للنبي الأمي وقال له اقرأ، فرد عليه قال له ما أنا بقارئ، اللي هي معناها أنا أمي لا أستطيع القراءة، ما أنا بقارئ، قال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ. عارف أنت أن القصة دي أصلاً يهودية؟ سفر أشعياء إصحاح 29 آية 11 و 12 مثل كلام السفر المختوم الذي يدفعونه لعارف الكتاب قائلين اقرأ هذا فيقول لا أستطيع لأنه مختوم، ويدفع الكتاب لمن لا يعرف القراءة ويقال له اقرأ هذا فيقول لا أعرف الكتابة. فكرة السفر المختوم أو الكلام المقدس اللي يدفع للأمي فلا يعرف قراءته فكرة يهودية نصرانية. وقبل ما تهلل وتقول الله أكبر نبوة عن رسول الإسلام في كتاب اليهود، لا حضرتك دي مش نبوة، دي مصيبة. عايز تاخدها على رسول الإسلام براحتك، انت حر، بس الفقرة دي في سفر أشعياء كلها ذم وتوبيخ وتهزيء، مش حاجة حلوة قوي عشان تحطها على الرسول يعني، ما تاخدش راس الكبة وتطير. إنما الخلاصة إن قصة اقرأ ما أنا بقارئ دي قصة أصلها لليهود النصارى. الخلاصة إن مخالب اليهود النصارى واضحة وضوح الشمس في القصة الإسلامية، ونشأة الإسلام في بداياته في القرن الخامس والسادس الميلادي جذوره واضحة جدا في بلاد الشام، من لغة القرآن نفسه لاسم القرآن لتصويراته وتشبيهاته البلاغية ووصفه للبيئة المحيطة وحتى أسماء الأماكن الشامية الواضحة وتخبط القبلات والأدلة الأركيولوجية على أصول قريش اللي بالمناسبة ما فيش منها أي حاجة في السعودية لكن موجودة في بلاد الشام، لاقتباس القرآن بل ونقشه للقصص بل وللعقيدة اليهودية النصرانية وانقلابه فيما بعد على اليهود الحخاميين واليهود النصارى وفصلهم عن بعض بفبركة واضحة ليقتلع نفسه منهم بعد نجاحه السياسي. كمية أدلة ممكن يتعمل عليها حلقات بالساعات وما ينفعش يترد عليها من داخل الرواية الإسلامية، لأن زي ما قلت من شوية الرواية الإسلامية نفسها والشخصيات التي أقنعوك بها كتبت متأخرة جدا بعد قرون من أصل القصة بهدف تزييف التاريخ وإعطاء الإسلام هوية جديدة منفصلة عن اليهود النصارى.